معركة النمارق. انتصر فيها المسلمون بقيادة أبي عبيدة الثقفي، وذلك حينما تحرك بجيشه الصغير وصار على الصدام مع الفرس، وذلك ليأخذ زمام الهجوم. فما هي إذن أسباب معركة النمارق وما هي أحداثها؟ ثورة الأسد. منطقة النمارق، الحيرة، العراق. عندما أصدر الخليفة أبي بكر أوامره لخالد بن الوليد القائد العام على الجبهة العراقية بالتحرك لإنقاذ المسلمين بالجبهة الشامية، وذلك لوصول جحافل رومية تقدر بأكثر من 100,000 مقاتل، كان على الخليفة تعويض النقص الحادث في صفوف المسلمين بالجبهة العراقية، وكان أبو بكر قد جعل عليها المثنى بن حارثة خليفة لخالد بن الوليد، وذلك لمقدرة المثنى على القيادة بجانب خبرته العسكرية والواقعية بتلك البلاد، لأنه من قبيلة ربيعة أجرأ الناس على الفرس. وكان خروج خالد من العراق فرصة للفرس الذين تنفسوا صعداء بعد خروج خالد، وفرحوا فرحا عظيما وقويت عزائمهم ضد المسلمين. وخلال هذه الفترة حدثت فتنة دامية داخل البلاط الملكي الفارسي بعد مقتل كسرى شهر براز، وتولي أخته دخت والتي كانت ضعيفة فخلعت، ثم تولي صابور بن شهر براز وكان هو الآخر ضعيفا، فتآمرت عليه بنت عمه أزر ميدخت، وقتلته هو وقائده فرخاز بن مبذوان وهو والد القائد الشهير رستم الذي سارع وكان حاكم خراسان وتحالف مع بوران بنت كسرى ودخل المدائن وقتلوا أزر مدخت، وعين رستم بوران على ملك فارس. لم يختر المثنى بن حارثة القائد الجديد للجبهة العراقية بنزاعات البلاط الدامية في المدائن، وشعر أن حجم جيوش المسلمين 9,000 فقط في وضع حرج على الجبهة العراقية، خاصة أنهم متناثرون في نقاط متفرقة مما يسهل على عدوهم المتربص الوثوب عليهم والفتك بهم. فقرر المثنى التحرك سريعا والتوجه للمدينة لشرح خطورة الموقف، وطلب إمدادات سريعة وكبيرة للحفاظ على مكاسب المسلمين. فوصل المثنى المدينة والخليفة أبو بكر في النزع الأخير، ولكنه استطاع أن يجتمع مع أبي بكر وشرح له خطورة الموقف المسلمين في العراق وضرورة إرسال إمدادات للمسلمين. وما لبث أبو بكر حتى مات من غد بعدما أوصى الخليفة بعده عمر بن الخطاب بندب الناس للجهاد ضد الفرس. وبالفعل من أول يوم لولاية الفاروق جمع الناس في المسجد وقام فيهم خطيبا ومعه المثنى بن حارثة يندب الناس للجهاد ضد الفرس، فتلكأ الناس لكرههم لحرب الفرس المشهورين بالبأس والشدة، وحاول المثنى أن يبين لهم ضعف أمر الفرس وخطأ الصورة الكاذبة المرسومة في أذهان الناس عن الفرس، وظل عدة أيام يدعو الناس للجهاد، ولكن الاستجابة كانت معدومة حتى بادر رجل من عامة الصحابة بالتطوع وهو أبو عبيد الثقفي، ثم قام آخر وهو سعيد بن عبيد الأنصاري، ثم آخر وآخر حتى بلغ عددهم في النهاية 1,000 رجل. وأثر هذا الموقف في نفسية الفاروق وحزن لضعف استجابة الصحابة للجهاد في سبيل الله، لذلك عندما اجتمع عنده المتطوعون للقتال بقي أن يأمر عليهم أميرا للجهاد، فاختار لتلك المهمة الخطيرة والحساسة أول الناس امتدادا للجهاد وهو أبا عبيد الثقفي. ولما قيل له
هل اخترت أحد من كبار الصحابة أو السابقين؟ رفض بشدة وقال وهو متأثر: لا والله لا أفعل يا أصحاب النبي، لا أندبكم وينتدب غيركم، فأمركم عليهم والله لا أؤمر عليكم إلا أولهم انتدابا. ثم أمر أبو عبيدة الثقفي وصاه بوصاية نافعة. ولا شك أن أبو عبيدة كان من الأبطال الشجعان المشهورين بذلك، لكن القيادة تحتاج بجانب الشجاعة إلى الخبرة الحربية والدهاء والصبر والمناورة، وهذه الأمور لم تكن متوفرة في أبي عبيدة البطل الشجاع. لذلك عد ذلك من هفوات الفاروق وما أقلها، وأن كانت هذه الهفة ثمنها باهظا جدا كما سنعلم من أحداث معركة الجسر إن شاء الله. انطلق المثنى إلى عراق ليلحق بجنوده لرفع معنوياتهم أمام عدوهم، ولم ينتظر حتى يتم المتطوعون استعدادهم للسير، فوصل المثنى إلى الحيرة في 5 رجب. وفي هذه الأثناء كان أهل فارس قد اصطلحوا فيما بينهم على توليه يوزدجرد من ولد كسرى، وهو ابن 15 سنة، على أن يكون مشيرة واستاذه القائد الكبير رستم، الذي فوض إليه أهل فارس الأمر لمدة 10 سنوات يكون فيها الحاكم الفعلي لفارس. فعد رستم خطة شريرة للقضاء على الوجود الإسلامي في العراق، تقوم على إشعال الثورات وتأليب رعاية الدولة الفارسية الذين دخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم لخلع هذه الأمة ونقض عهد المسلمين في كل مكان. وحتى يشعل رستم حماس الثائرين قال لهم: إن الأمير عليكم في العراق هو أول من يعلن الثورة على المسلمين في السواد. ولكن هذه الخطط الشريرة لم تكن لتغيب عن ذهن القائد العسكري الفذ المثنى بن الحارثة، الذي أدرك خطورة الموقف وقرر الانسحاب من كل المناطق الخاضعة للمسلمين وعن العراق كله، والانحياز إلى حدود الجزيرة العربية. وكان المثنى لا تهمه الأرض بقدر ما تهم أرواح جنوده، فنفذ الانسحاب بسرعة ولم يخسر رجلا واحدا. وتألم رستم جدا لفشل خططه التي رسمها لعبادة المسلمين بفضل الله ثم زكاء مثنى رحمه الله. قدم المسلمون المتطوعون للجهاد ضد الفرس بقيادة أبي عبيدة الثقفي، الذي اطلع على خطة الانسحاب التي قام بها المثنى بن حارثة فعجبته وأقرها. وأما عن الجبهة الفارسية فقد طاش سهمها، إذ تمكن المسلمون من الانسحاب دون أن ينال أحد منهم أي أذى. وكان جابان كبير القادة المكلفين بتصفية المعسكر الإسلامي، وكان يمني نفسه بأن يكون أمير العراق، لأنه أول من ثار على المسلمين عملا بوعد رستم. ولما لم يقدر على تنفيذ خططه الشريرة بالفتك بالمسلمين، شجعه حزنه وطمعه في الرياسة على الإقدام على مطاردة المسلمين حتى الصحراء، وذلك لتدمير جيشهم الصغير الذي لا يزيد على 10,000 بعد انضمام المدد إليهم. ومما شجعه على ذلك أيضا موافقة الأمير نرسي المقرور على فكرة المطاردة تلك، فأرسلا إلى رستم يخبرانه بعزمهم، وفي نفس الوقت يطلبان إمدادات جديدة لتكون سندا لهم في تصفية القوات المسلمة بصحراء خفان. نقل السلاح الاستخبارات الإسلامية الخبر للقادة أبو عبيدة الثقفي، وذكروا ضخامة الجيش الفارسي، وذلك قبل أن يشرع هذا الجيش بالتحرك إلى المسلمين. وعندها قرر أبو عبيدة ومعه المثنى مبادئة الفرس قبل أن يقبلوا عليهم. كان جابان واثقا من النصر، فجيشه يجاوز 100,000 وسلاحهم جيد، مما جعله يسير بسرعة ولكن في نفس الوقت بلا حذر. وتحرك أبو عبيدة بجيشه الصغير وعبأه جيدا، وسارع للصدام مع الفرس ليأخذ زمام الهجوم من يد القائد الفارسي جابان، الذي وصل إلى منطقة النمارق وعسكر بها وعبأ جنده، فلم يهمله أبو عبيدة ومن معه، فوقع المسلمون كالصاعقة على جيش الفرس الذين أخذتهم الدهشة والذهول من هجوم المسلمين السريع والخاطف عليهم. فحاولوا في بادئ الأمر مقاومة الصعقة، ولكن ولات حين مناص، فقد كان المسلمون في هجومهم يتهافتون على الموت طمعا في الشهادة، فلم يطق الفرس ذلك وأخذت صفوفهم في التصدع.
وحاول القائد جابان الانسحاب بشكل منظم، ولكن الفوضى عمت جيشه بصورة كبيرة، أدت في النهاية لوقوع جابان نفسه في الأسر عندما تخلى عنه حراسه وفروا عنه. فأسره رجلان من المسلمين، وكان جابان شيخا متقدما في السن، فزهد المسلمان في قتله واتفق معه وهم لا يعرفانه على أخذ الفدية. وكان جابان يخاف القتل جدا، فاشترط عليهما أن يعطيهما الجزية في خيمة القائد، لأنه يعرف أن العرب مشهورون بالوفاء بالعهد، فوافقه على شرطه. فلما دخلوا على أبي عبيدة وأخبره بالقصة قال: أوفي للرجل بعهده بعد دفع ما عليه. وكان أبي عبيد لا يعرف جابان، وقبل أن يخرج جابان من خيمة أبي عبيدة جاء قوم من ربيعة فعرفوا جابان وقالوا لأبي عبيد: هذا الملك جابان الذي لقينا بهذا الجمع، وأشاروا بقتله. فقام أحد المسلمين اللذان أسر جابان وقال: أسرته أنا وصاحبي من غير أمان، وهم بقتله فمنعه أبو عبيدة ثم قال: لا تفعل ما ترونني فاعلا معاشر ربيعة، أيؤمنه صاحبكم؟ وكان المسلم الآخر من قبيلة ربيعة، وأقتله أنا، معاذ الله من ذلك، إني أخاف أن أقتله وقد أمنه رجل من المسلمين. المسلمون في التوادي والتناصر كالجسد، ما لزم بعضهم فقد لزمهم كلهم. فقالوا: إنه الملك. فقال أبو عبيدة: لا أخضر، هكذا تكون أخلاق الإسلام وفرسان الإسلام التي جعلت الأعداء يشهدون، والفضل ما شهد به الأعداء، ويقولون بأعلى صوت: إن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.